بسم الله الرحمن الرحيم. أطباء أمراض الكلى وأطباء زمالة الكلى المصرية، سعيد جدا بوجود أخويا الدكتور محمد كمال نصار معانا في تكملة الكالسيوم ديس أوردرز في الحلقة الأولانية. اتكلم باقتدار على الهوموستيزيس اوف كالسيوم، وأنا بعتقد أنا شخصيا يعني شايف إن الريجوليشن اوف كالسيوم هوموستيزيس يمكن أهم من الهايبو والهايبر كالسيوميا، يعني الواحد يبقى فاهمهم، لأن بيوضح حاجات تانية كتيرة جدا. إذا ما هنيجي بعد كده في السيكي دي ام بي دي والكلام ده، هيبقى في تطبيقات لهذا الكلام في أشياء أخرى. النهاردة في الحلقة ديت هنسمع بقى الوجه التاني. الوجه الأولي كان هايبو، الوجه ده هايبر كالسيميا. دكتور محمد كمال نصار، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم المره الثانيه، وبشكر الدكتور حسين على المجهود الهائل اللي بيقوم بيه وتشجيعه لينا. هنتكلم ان شاء الله النهارده الجزء الثاني، وهو الهايبر كالسيميا. الهايبر كالسيميا زي ما احنا عارفين معناها ان السيروم كالسيوم مور ذان 10.2 ملي جرام بير ديسيليتر ان ان انديفيديوال واز نورمال سيروم البومين. زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، لابد نعمل كوركشن للالبومين، وكل جرام البومين اقل من 4 بنزود على الكالسيوم 0.8. Severe hypercalcemia is considered when serum calcium is above 14 milligram per deciliter. It is a common electrolyte disorder that is frequently encountered by primary care physicians. هنخش على الكوزس على طول. أول كاتيجوري هو increased calcium mobilization from the bone، وده نتيجة primary hyperparathyroidism، نتيجة multiple endocrine neoplasia type 1 and 2A، pseudo hyperparathyroidism. زي ما قلنا في الهايبوكالسيميا في pseudo هايبو بارا، وفي سودو سودو، لا في كمان سودو هايبر. رينال فيلير السكندري طبعا رير ان هو يزود الكالسيوم، لكن احيانا بيبقى مايلد انكريز. الاكثر هو التيرشري هايبر باراثيرويديزم، مالجنسي الهايبر ثيرويديزم الموبيلايزيشن، وكمان الاديسون ديزيز. يبقى ده الفيرست كاتيجوري اللي هو انكريزد كالسيوم موبيلايزيشن او انكريزد بون ريزوربشن. الكاتيجوري الثاني هو انكريزد كالسيوم ابزوربشن فروم جاستروسينال تراكت، وده بيحصل نتيجة الجرانوليتس ديسوردرز، أشهرهم السيركيدوزيس، تيوبركلوزيس، هيستوبلازموزيس، وحاجات تانية كتير. نتيجة increased production للأكتف فيتامين دي، نتيجة increased الأكتيفيتي للوان ألفا هيدروكسيليز أكتيفيتي. الفيتامين دي انتوكسيكيشن لو اتاخد بتوكسيك دوزيس، والميلك أو الكالسيوم ألكالي سندروم. الكاتيجوري الثالث هو decreased urinary excretion of calcium. ده نتيجة السيزيد دوريتكس. الكرونيك ادمنستريشن زي ما كنا قلنا في الكالسيوم ريجوليشن بيعمل فوليوم كونتراكشن، فبيعمل انكريزد كالسيوم ريابزوربشن فروم ذا بروكسيمال تيوبيول. او جينيتك ديزيز اسمه فاميليال هايبوكالسوريك هايبر كالسيمي، نتيجه ان اكتيفيتنج ميوتيشن للكالسيوم سينسنج ريسبتور. بعض الميديكيشنز زي الليثيوم نتيجه انكريز البي تي اتش سكريشن، الفيتامين دي زي ما قلنا بيزود الابزوربشن، الفيتامين اي ممكن يعمل بون ريزوربشن، الجروس هرمون، الاستروجينز، والثايوفيل. يبقى دي كان the list of causes للهايبركالسيميا. تاني increased bone resorption، increased absorption of calcium from the gastrointestinal tract، decreased urinary excretion of calcium and some medications. طيب هنتكلم على بعض الأسباب المهمة. طبعا البرايمري هايبرباراثيرويديزم هي the most common underlying and leading cause of hypercalcemia in the general population. سنجل ادينوما في 80-85% من الحالات، وهايبر بليزيا 15-20%. الحقيقه البرزنتيشن بتاعه مختلف، ممكن يجي بمايلد هايبر كالسيميا ويز مينيمال اور نو سيمتومز، ده في غالب الحالات 50-75%، وممكن تبقى يعني ديسكفرد اكسيدنتالي. ممكن تبقى قصه مودريت ويز مودريت هايبر كالسيميا، العين بيكون ريكيرنت ستون فورميشن في 20-25% من الحالات، ونادرا لما بتيجي بسيفير هايبر كالسيميا with marked symptoms such as renal disease, bone disease, or GIT problems. تمام. اللابوراتوري داتا البي تي اتش كومن اليفيتد، لكن احيانا بيبقى نورمال. وجود نورمال او هاي نورمال بي تي اتش مع هايبركالسيميا بنسميه ان ابروبريتلي هاي بي تي اتش. طبعا بقى في هايبركالسيميا وهايبوفوسفاتيميا وهايبركلوريميك ميتابوليك اسيدوزيس، انكريزد الالكالين فوسفاتيز، واحيانا اليوريك اسيد بيزيد. لو بدا يبقى فيه كيدني افكشن، لو يعني لو استمر الهايبركالسيميا لفتره طويله، طبعا هيبقى فيه انكريز للكرياتينين اند بي او ان. بعالجه ازاي؟ لو سيفير اند سيمتوماتيك زي ما قلنا جي اي تي سيمتومز او رينال سيمتومز، لابد سيرجري، ده الديفينيتيف تريتمنت. طب لو اسيمتوماتيك ممكن يديني مجال شويه ان انا اتابع العيان، وخاصه لو سنه اكتر من 50 سنه
لابد نعمل اسسمنت للبون مينرال دينستي بالديكس سكان لمده سنه او سنتين على انترفلز كل 3 او كل 6 شهور. لابد اعمل فولو اب للرينال فانكشن والسيرم كالسيوم، ولابد العيان يبقى مينتيند فيتامين دي ليفل على الاقل 25 نانو جرام برميلي. طب هعالجه ازاي الاسيمبتوماتيك؟ يا سيرجري يا ميديكال. السيرجري امتى؟ لو الكالسيوم زاد 1 ملي جرام بالسيليتر اباف نورمال بيرزيستنت اليفيتد، لو بدا الجي اف ار ال اقل من 60 ملي برمينت، لو بدا يبقى في اوستوبروزس ريديوسد بون مينرال دينستي، التي سكور بدا يقل عن 2.5 ماينس 2.5، لو في هيستورو فراكشر، ولو الايدج اقل من 50 سنه، يبقى ده العيان دي الانديكيشنز اوف سيرجري ان اسيمبتوماتيك هايبر باراثايرويدزم. طب الميديكال امتى؟ الميديكال لو العيان فيه كونتر انديكيشن للسيرجري او سنه اكتر من 50 سنه، ودي الموداليتيز الافيلبل عندي. ممكن استخدم كالسن سنسنج ريسبتور اجونست زي طبعا السينكالسيت، البيسفوسفونيتس دي مش ديفينيتيف تريتمنت لكنها بتقلل البون ريزوربشن، الاستروجين والبروجستينز بتقلل برضو البون ريزوربشن لكن طبعا ليها سايد افكت كتير، وممكن استخدم السيلكتيف استروجين موديوليتور زي الرالوكسيفين. يبقى ده اول سبب معانا في الهايبر كالسيميا هو البرايمري هايبر باراثايرويدزم. تاني لو سيمتوماتيك يبقى لابد سيرجري، لو اسيمتوماتيك هفولو البيشنت في انديكيشن للسيرجري، ولو في كونترا انديكيشن للسيرجري او اكتر من 50 سنه هجرب معاه الميديكال تريتمنت. تمام. السكند ليدنج كوز للهايبر كالسيميا هو المالجنسي، ده في 20-30% من الحالات، بالذات اللنج كانسرز في 35%، يليها البريست كانسرز، الهيماتولوجيك اند اذر اورجان كانسرز. الميكانيزم اوف هايبر كالسيميا في المالجنسي متنوعه، اشهرهم هو الهيومورال هايبر كالسيميا اوف مالجنسي اللي هي نتيجه سكريشن للبي تي اتش ريليتد بيبتايد عن طريق التيومر، فبيشتغل نفس الاكشن بتاع الباراثايرويد هرمون، فبيعمل انكريز للبون كالسيوم ريليز، وده في 80% من الحالات وخاصة البريست واللنج كانسرز والنون هوجيك الليمفو. السبب الثاني في الانسيدنس هو الاوستيوليسيس، ان يحصل التيومر يعمل انفيجن للبون او يطلع بعض السيتوكاينز اللي تعمل زياده في البون كالسيوم ريليز، ده في 20% من الحالات نتيجه البريست واللنج والمايلوم. قد تكون القصه نتيجه بي تي اتش نفسه ريليز، وده فيري رير كيس ريبورتس، او زياده في الاكتيف فيتامين دي، فزياده في الانترستيشال كالسيوم ابزوربشن، ده برضو رير في اقل من 1% وبيحصل مينلي مع الليمفوما. يبقى المالجنسي هو السكند كومن ليدنج كوز اوف هايبر كالسيميا مينلي نتيجه سيكريشن اوف بي تي اتش ريليتد بيبتايد. طيب المالتيبل اندوكرين نيوبليزيا، احنا قلنا التايب 1 والتايب 2 ايه. التايب 1 ده عباره عن ايه؟ عباره عن تيومر للباراثايرويد انتر بيتوتري اند بنكرياس نتيجه ميوتيشن لجين كده اسمه تيومر سبريسور جين. طب التايب 2 ايه؟ عباره عن برضو هايبر باراثايرويدزم لكن مع مدلري كارسينوما اوف ذا ثايرويد جلاند اند فيوكروموسايتوم. يبقى دولت التو تايبس من المين سندروم او المالتيبل اندوكرين نيوبليزيا اللي بيعملوا هايبر كالسيميا. السودو هايبر، احنا قلنا سودو يعني مشكله في الريسبتور. هنا السودو هايبر باراثايرويدزم او الجينسن ديزيز عكس بقى السودو هايبر، ده هنا في اكتيفيتنج ميوتيشن للجين بتاع البي تي اتش ريسبتور، بيبقى عندي نورمال ليفل لكن الاكشن بتاعه اكزاجيريتد. العيان ده بيبقى بريزنتد بدوارفيزم، هايبوكالسيميا، اسف هايبركالسيميا، هايبوفوسفاتيميا وميتافيزيال كوندروبليزي. يبقى ده اللي هو السودو هايبر باراثايرويدزم. طيب جينيتك ديزيز تاني مشهور اسمه الفاميليال هايبوكالسوريك هايبركالسيم، تمام، ده نتيجه ان اكتيفيتنج ميوتيشن للكالسيوم سينسنج ريسبتور. زي ما احنا عارفين الكالسيوم سينسنج ريسبتور ما قلنا في الجزء الاول هو ده الميجور او يعني الميجور ريجوليتور للكالسيوم، وبيحصل له ستيميوليشن بيعمل سبريشن للحاجات كتير، بيبقى الفاليو بتاعته في الاخر ان هو يعمل ديكريز للسيرم كالسيوم. طب لو الريسبتور ده حصل له ان اكتيفيشن، العيان هيجي يشتكي من هايبر كالسيميا مايلد، هايبر ماجنيزيميا، هايبوكالسوريا طبعا ديكريز الاكسكريشن، هايبوفوسفاتيميا ان نورمال تو سلايتلي اليفيتد بي تي اتش. احنا قلنا تاني لو البي تي اتش مش سبريزد مع هايبر كالسيميا بسميه حتى لو نورمال او هاي نورمال بسميه ان ابروبريتلي اليفيتد بي تي اتش. العيان ده غالبا بيبقى اسيمتوماتيك ما بيحتاجش تريتمنت، هيبقى كونسيدرد فور سيرجري لو الكالسيوم بتاعه عالى بشكل كبير وبدا يجيله مشاكل وبالذات البنكرياتايتس. يبقى ده اللي هو الفاميليال هايبوكالسوريك هايبر كالسيم. تمام، الاساس فيه ان هو ديكريزد الكالسيوم اكسكريشن الهايبوكالسوري. سندروم تاني اسمه ميلك او الاسم القديم او الاسم الحالي هو كالسيوم الكالي سندروم. ده اكتشف طبعا في الاول لما كانوا زمان بيستخدموا اللي هم
يعني حاجات الدراجز فور بيبتيك ألسر كانت بتبقى كالسيوم بيزد مع استخدام الملك او شرب اللبن لفترات طويله. تمام، لكن دلوقتي طبعا خلاص احنا ما عدناش بنستخدم الكلام ده فور تريتمنت اوف بيبتيك ألسر، فالبريفيربل تيرم دلوقتي هو كالسيوم الكالي سيندروم. تمام، نتيجه استخدام كالسيوم مع الكالي لفترات طويله جدا. هو عباره عن ترايت، عباره عن هايبر كالسيميا، عباره عن ميتابوليك الكالوزيس، وعباره سام ديجري اوف رينال انسفشنس. طب الكلام ده بيحصل ازاي؟ اول حاجه لابد يبقى في سفيشنت انتيك اوف كالسيوم over several days to weeks with increased intestinal calcium absorption. بيستخدم كالسيوم بجرعات كبيره لفترات طويله. decreased GFR، فما بيحصل ريدكشن للجي اف ار، هيحصل ريدكشن للفلتر درود اوف كالسيوم، فهيحصل هايبوكالسوريا وهايبركالسيميا. الفلتر درود هيقل فهينقص الكالسيوم اكسكريشن، يورينال اكسكريشن اوف كالسيوم. مش كده كمان، ده الهايبركالسيميا كمان بتعمل نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس وبتعمل فوليوم ديبليشن، وزي ما قلنا قبل كده ان الفوليوم كونتراكشن هيزود الكالسيوم ريابزوربشن. ايه القصه؟ فيجوال سيركل بتضمن لي وجود هايبركالسيميا مع ميتابوليك اسيدوزيس مع رينال امبيرم. علاجها سهل جدا، ميتابوليك الكالوزيس اسف، علاجها سهل جدا، وهو ان احنا نستوب الكالسيوم مع جود هيدريشن، وغالبا القصه بتتحسن، لكن قد يعني الاليفيتد سيروم كرياتين مي بيرزيست فور سام تايم. يبقى ده الملك، الاسم القديم او الاسم الحالي هو الكالسيوم الكالي سيندروم. تمام، يبقى ده كان يعني سمري كده للكومون كوزز للهايبركالسيميا. احنا اتكلمنا عن هايبرباراثيرويديزم، اتكلمنا عن الملك او الكالسيوم الكالي سيندروم، اتكلمنا عن الفاميليال هايبوكالسوريك هايبركالسيميا، واتكلمنا طبعا عن المالجنسي. طيب ايه الكلينيكال بريزنتيشن للهايبركالسيميا؟ قد تكون نيوروماسكولار، كونفيوجن، امبيرد ميموري، ليثرجي، ستوبر، كوما، كاردياك، شورت كيوت انترفال اريزميا، باندل برانش بلوك، وهايبرتنشن. رينال طبعا ديهيدريشن، بوليوريا، بوليديبسيا، نكتوريا، نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، واتكلمنا في الجزء الاول عن الميكانيزم اللي بيحصل، اللي هو اللي بيحصل ان اكتيفيشن للكالسيوم سينسنج ريسبتور موجوده في الكوليكتنج دكت. جي اي تي سيمتومز كومن جدا في الهايبركالسيميا، نوزيا وفوميتنج وبور ابيتايت ويت لوس كونستيبيشن وايفن لحد بنكرياتيتس، سكليتال بون بين ارثرايتس اوستيوبروزيس، وطبعا الاوستيتس فايبروسيستيكا مع الهايبر باراثيرويديزم، وكمان ممكن تبقى القصه فيها انكريزد كالسيفيكيشن. طيب نخش بقى على الجزء المهم، هو هاو تو دايجنوز. انت حضرتك لقيت عندك هايبركالسيميا وتاكدت التحليل ان في هايبركالسيميا، اول خطوه لابد اعمل ميجرمنت للانتاكت بي تي اتش عشان اشوف انا في انهي كاتيجوري، هاي او ان ابروبريتلي هاي زي ما قلنا ولا لو. لو هاي او ان ابروبريتلي هاي يبقى انا قدامي تيست اعمله ان انا دو تو ديرماين يورينري كالسيوم اكسكريشن بلس اور ماينس الفراكشن اكسكريشن اوف كالسيوم، ان انا بشوف الاكسكريشن بتاع الكالسيوم وبقارنه مع الكرياتين. تمام، لو لقيته قليل اللي هو 24 اور يورينري كالسيوم اقل من 200 جرام بير دي، او الفراكشن اكسكريشن less than 0.01، يبقى هنا بشخص فاميليال هايبوكالسوريك هايبركالسيم. يبقى لو الكالسيوم لو البي تي اتش لقيته عالي او ان ابروبريتلي هاي مع ديكريز دي كالسيوم اكسكريشن، يبقى انا هنا خلاص شخصت فاميليال هايبوكالسوريك هايبركالسيم. طب لو لقيته عالي، كالسيوم اكسكريشن عالي، يبقى انا هنا عندي برايمر هايبر باراثيرويديزم او تيرشر هايبر باراثيرويديزم. تمام، طيب لو لقيت ان البي تي اتش البي تي اتش هو القليل لزان 10 بيكو جرام بير ملي، هقيس البي تي اتش ريتد ببتايد، لو لقيته عالي خلاص يبقى دي هيومورال هايبر كالسيميا اوف مالجنسي. ادور بقى على المالجنسي، اعمل النيسيسري انفستيجيشنز راديولوجي عشان اوصل للبرايمري مالجنسي. طب لو لقيته قليل، هقيس الفيتامين دي ستور والاكتف فيتامين دي، لو الاثنين عاليين يبقى العيان ده عنده فيتامين دي اوفر دوز. طب لو الاثنين قليلين يبقى ده لوكال اوستوليتيك هايبر كالسيميا نتيجه تيومر، ملك الكالي سيندروم، اموبلايزيشن، ثيراتوكسكوز او فيتامين اي انتوكسيكيشن. طب لو لقيت الاكتيف فورم هو اللي عالي والستورز قليله، يبقى هنا عندي زياده في الاكتيفيتي بتاعت الانزيمز، ودي بتحصل مع جرانوتس ديزيز اللي قلنا عليها، وممكن تحصل كمان لو العيان واخد كالسيتريول ثيرابي. يبقى تاني ده الدايجنوزس او الالجوريزم فور دايجنوزس للهايبر كالسيميا، بيتقسم على حسب بي تي اتش ليفل، لو عالي او انابروبريتلي هاي او لو، وده الالجوريزم واضح قدام حضراتكم. تمام، دي بعض الكونديشنز طبعا مش هستفيد فيها الافكت بقى الكومن دايجنوزيز على الفوسفيت، البي تي اتش، والهيدروكسي فيتامين دي، واليورينري كالسيوم اكسكريشن، هو الجدول موجود مع حضراتكم عشان ما نسقطش. طيب هنعالج ازاي؟ عندي اكيوت وعندي كرونيك تريتمنت. تمام، الاكيوت تريتمنت عباره عن ان انا اعمل بروموشن للكالسيوم اكسكريشن عن طريق النورمال سالاين، زي ما قلنا في الاول الفوليوم كونتراكشن مع زياده في الري ابزوربشن،
الفوليوم اكسبانشن معاه زياده في الاكسكريشن. فلذلك الفوليوم اكسبانشن مهم جدا، وخاصه ان عندهم موست هيب عندهم بالذات لو في سيفير هايبر كالسيميا عندهم ديهيدريشن وعندهم بوليوريا. فنهدي نورمال سلاين من 1 ل 2 لتر كل 6 ساعات على حسب الفوليوم ستيتس، ده بيحسن الجي اف ار وبيبرموت الكالسيوم اكسكريشن. النقطه اللي بعد كده الفورزمايد. الفورزمايد عليه ديبيت شويه، لان الفورزمايد زي ما احنا عارفين وقلنا في الجزء اللي فات هو بيزود الكالسيوم اكسكريشن عن طريق ان هو بيعمل بلوك للصوديوم بوتاسيوم كلورايد كوترانسبورتر، لكنه لو عمل فوليوم كونتراكشن او ديهيدريشن هيزود البروكسيمال تيوبولر ابزوربشن، وزي ما احنا عارفين البروكسيمال تيوبول دي مسؤول عن 60 ل 70% من الابزوربشن للكالسيوم لود اللي بيوصل للكدم. يبقى اذا الفورزمايد ملوش انديكيشن الا لو في فوليوم اوفرلود، واستخدمه ويز بريكوشنز عشان ما اعملش ديهيدريشن. تاني وسيله هعمل بيها اكيوت تريتمنت للهايبر كالسيميا هي ديكريز البون ريزوربشن عن طريق ان هدي كالسيتونين، هدي بعض البيسفوسفونات زي البامدرونات او الزولودرونات، دولت اللي بينفعوا في الاكيوت هايبر كالسيميا، جاليوم سيتريت، ديكريز الانسانال ابزوربشن يعني عن طريق البريدنيزون. بصراحه انا مستوى الشخصي ما استخدمتوش قبل كده، يقارن هو بانهبيت الجت ابزوربشن 20 30 ملي جرام كل 12 ساعه. ديكريز الكالسيوم طبعا لو في ريزيستنت هايبر كالسيميا عن طريق الهيموداياليسيز، ولازم اخد بالي طبعا يوز لو دايلازيد كالسيوم ويبقى 1.25. يبقى ده الاكيوت تريتمنت اوف هايبر كالسيميا، بروموت الكالسيوم اكسكريشن ده الاساس، ديكريز البون ريزوربشن، ديكريز الانترنال ابزوربشن، وديكريز البلازما كالسيوم ليفل في الارجنت كيسز بالهيموداياليسيز. طب الكورونيك تريتمنت طبعا اول حاجه هي كوركشن اوف ذا اندرلاين كوز، ده الاساس. مينتنس اوف فوليميا مهمه جدا جدا جدا، ان ما اسيبش العيان ديهيدريتد. ديكريز البرودكشن للاكتيف فيتامين دي عن طريق اللو كالسيوم دايت، افويد الفيتامين دي انتيك، سترويد زي ما قلنا، كلوروكين، هيدروكسيكلوروكين، كيتوكونازول. ديكريز الانسانال ابزوربشن اوف كالسيوم عن طريق اللو كالسيوم دايت برضو الاسترويدز اند افويدنس اوف فيتامين دي بريبريشن، وديكريز البون ريزوربشن عن طريق برضو الاسترويد، احنا برضو يعني انا ما استخدمتوش قبل كده، افويد الفيتامين دي يوز. الاساس عندي بقى او يعني في الديكريز البون ريزوربشن هو البيسفوسفونيتس والدينوزوماب، الاثنين زي ما احنا عارفين بينقصوا البون ريزوربشن. الدينوزوماب يعني اللي هو الاسم التجاري بتاعه البروليا، طبعا ده معروف انه بيستخدم فور اوستيوبروسيس، لكن بدا يستخدم في حالات الهايبر كالسيميا لانه بيعمل ريدكشن للكالسيوم ريزوربشن. يعني لحد هنا احنا اتكلمنا عن الهايبر كالسيميا، اتكلمنا عن الكوزس، اتكلمنا عن بعض الريزومين كده عن الموست امبورتنت كوزس، اتكلمنا عن الكلينيكال فيتشرز، الدياجرام فور دياجنوزس، اند بريفلي هاو تو تريت. احب اختم الهايبر كالسيميا بكيس. ده 24 year old man is found to have a serum calcium level of 10.9، عنده مايلد هايبر كالسيميا، confirmed by determining ionized calcium on routine physical examination. ماجنيسيوم بتاعه سلايتلي اليفيتد والفوسفيت قليل. الاندكت بي تي اتش 70، يبقى ده على الهاي نورمال، بنسميه ان ابروبريت هاي زي ما قلنا. الفيتامين دي ليفل كان نورمال، والاذر لابس نورمال، هي از نوت ان اني ميديكيشنز، فيزيكال اكزامينشن نورمال. هي هاد اولسو اليفيتد سيرم كالسيوم ليفل من 10 سنين قبل كده وين هي ووز ادميتد تو ذا هوبي. القصه ما كانتش مش جديده، تمام. وات از ذا موست لايكلي دايجنوستس، يبقى العيان عنده هايبر كالسيميا وعنده ان ابروبريتلي هاي، تمام. برايمري هايبر باراثايرويديزم ولا سكندري هايبر باراثايرويديزم ولا فاميليال هايبوكالسوريك هايبر كالسيميا ولا ميلك الكالي سندروم ولا سب كلينيكال جرانوماتس ديزيز، تمام. هنرجع للالجوريزم. انا عندي هاي اون ابروبريت هاي، انا عندي هنا ان ابروبريت هاي بي تي اتش، يبقى انا خلاص انا دخلت في الجزء ده من الالجوريزم، هعمل ديترمينيشن لليورين كالسيوم اكسكريشن والفريكشن اكسكريشن. لو لقيتهم قليلين يبقى ده فاميليال هايبوكالسوريك هايبر كالسيميا، لو عاليين يبقى ده برايمر هايبر باراثايرويديزم. العيان فعلا عمل التحاليل دي ولقى ان اليورين كالسيوم 24 54 اقل من 100 والفراكشنال اكسكريشن اوف كالسيوم اقل من 1 من 100، يبقى اذا هذه حاله فاميليال هايبوكالسوريك هايبر كالسيوم. يبقى القصه ان شاء الله سهله، ما فيش فيها صعوبه، ان احنا نبقى عارفين الجوريزم واضح للدياجنوزس واكوردنج البي تي اتش ليفل بنقدر نقسم العينين بتوعنا يعني. وده كان نهايه الجزء بتاع الهايبر كالسيميا. سعيد جدا ان كنت محرككم في الحلقتين، ويعني المايك مع الدكتور حسين لو فيه له اي ملاحظات او اي اضافات. طبعا بشكر دكتور محمد على برضو على التبسيط الشديد للهايبر كالسيميا، وطبعا في فيديو انا كنت رافعه قبل كده كان في كيسز. احب بس برضو بعض التعليقات البسيطه، يعني يمكن انت في الهايبو والهايبر كالسيميا كلمت الميلي جرام برسيليتر، لكن ما اعتقدش انت ذكرت الميلي مول والمايكرو مول ولا كلام. عشان بس نسهلها، عشان احول من ميلي جرام لمايكرو مول ثم ميلي مول
نعرفها كده، الواحد ملي مول بيساوي 2 ملي ايكوفلنت يساوي 4 ملي جرام. يعني الواحد ملي مول برليتر بيساوي 2 ملي ايكوفلنت برليتر يساوي 4 ملي جرام برليتر. يعني لو قلنا كالسيوم 2 ملي مول يبقى ده 4 ملي ايكوفلنت يبقى 8 ملي جرام برليتر. عشان بس الناس اللي ساعات بتبقى انت هنا في ذكرت الفراكشن اكسكريشن اوف كالسيوم، ويمكن مع الصوديوم قلنا فراكشن اكسكريشن اوف صوديوم، او يعني ده لابد كل دكاترة الكلى يبقوا عارفين كلمة فراكشن اكسكريشن معناها ايه، لان ممكن استخدمه مع الصوديوم، استخدمه هنا، استخدمه مع الفوسفات، استخدمه مع اليوريك اسيد، استخدمه مع اي حاجة. فالفراكشن اكسكريشن هي بمنتهى البساطة هي معدل كليرنس للكلام للمادة. انا بقول هنا فراكشن اكسكريشن اوف كالسيوم يبقى كليرنس اوف كالسيوم اللي هو اليو يوريني كالسيوم في الفي اللي هو الفوليوم اوف يورين على البلازما كالسيوم، يبقى ده اول حتة على الكرياتين كليرنس اللي هو يو كرياتينين في الفوليوم على البلازما كرياتين. لما تلاقي الفوليوم متكرر هيشال قصاد بعضه فتبقى المعادله في الاخر الفورمولا بتاعتها. انا بتكلم فراكشن اكسكريشن اوف كالسيوم يبقى يو كالسيوم في بلازما كرياتينين، وتحت معكوس على المقام يبقى يو كرياتينين في بلازما كالسيوم. خلاص دي سهله عشان بس يبقى ايه ده معلومتين يعتبروا بره الكلام. ما يخص بقى المحاضره ملك الكالي وكالسيوم الكالي، عشان بس اقول لكم الفرق بينهم ايه. دكتور طبعا محمد افاض بالفرق، كان زمان الناس بتشرب لبن عشان تواجه البيبتيك ألسر، الوقت بقى فيه ما مش قصه لبن، ده الناس بتاخد انتاسيد وحاجات زي كده، فتغير اسمها الكالسيوم الكالي. ايه الفرق بينهم في اللاب؟ الملك الكالي هلاقي هايبر فوسفاتيمي، يعني الكومبوننتس بتاعت الالكالوزيس والرينال امبيرمنت والهايبر كالسيميا ضيف عليهم هايبر فوسفاتيميا تبقى ملك الكالي. لانه لو انا بدي كالسيوم كومبوننتس كانتاسيدز هيعمل لي فوسفيت بايندر، فمش هيبقى فيه هايبر فوسفاتيم. ده يعني حاجه ملهاش لازمه. البرنزون الدكتور محمد قال ما استخدموش، هو الاستخدام في وجهه نظري له بيبقى في الحالات اللي فيها برودكشن الفيتامين دي من ماكروفاج، يعني زي الساركيدوزيس، زي الحاجات الانفلاميشن، يعني مثلا نيموسيس كارينياي نيمونيا ممكن تعمل هايبر كالسيميا، وده عن طريق الماكروفاج بيطلع 1 الفا هيدروكسيليز. ال1 الفا هيدروكسيليز يعمل لي اكتيف فيتامين دي. بس طب ايه الفرق بين ال1 الفا هيدروكسيليز بتاع الماكروفاج وال1 الفا هيدروكسيليز بتاع البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول؟ الفرق بتاعهم عظيم الشأن. اللي بيطلع من البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول امينابل للفيدباك. يعني ايه؟ يعني الكالسيوم عيله ده يحصل له يهدى، ده الكالسيوم قل ينشط عشان يواجه الفيدباك، لكن اللي بيطلع من الماكروفاج از نوت امينابل للفيدباك فيعمل له هايبر كالسيميا مش كنترول. هاي كنترول ازاي؟ ادي استيرويد، لان الاسترويد هتقلل الانفلاميشن وتقلل القصص دي. وبالمناسبه ممكن الاقي الكلام ده برضو في بعض الحاجات الغرائب والطرائف، يعني الناس اللي بتستخدم السيليكون وغيره في حاجات اسمها سيليكونوماز، فلو في امبلانت وحاجات زي كده والعين جايب هايبر كالسيميا يبقى اخد هيستوري، ممكن الامبلانت اللي موجود ده يبقى هو عمل لي جرانيوليشن تيشو او جرانيلوما، وجرانيلوما فيها 1 الفا هيدروكسيليز ويعمل لي قصه الهايبر كالسيمي. يمكن حضرتك اشرت للدينوزوماب، وده انتي اوستوبروتيك تعطى كل 6 شهور بس ممكن يتعطى في الهايبر كالسيميا. نخلي بالنا انه بعد ما اديه والكالسيوم يبقى كنترولد ووقفته امونيتور الكالسيوم، لان ساعات بيحصل ريباوند اكسجريشن في الميكانيزم بتاعه، وطبعا مش هفصل فيه هنا لان اكيد هنتكلم عنه في السي كي ام بي دي، يحصل ريباوند هايبر كالسيميا. النقطه يمكن الاخيره عشان ما اطولش في التعليق اكتر من كده، او نقطتين. النقطه الاولانيه انت في المالجنسي عندنا حاجه اسمها سودو هايبر كالسيميا. ايه السودو هايبر كالسيميا ده؟ زي ما قلنا في السودو هايبو، مش عندنا سودو هايبو كالسيميا اللي هي سببها ايه؟ انت قلت الجادولينيوم والكلام ده. السودو هايبر كالسيميا اهوت، انت ذكرت ان انا لما بعمل عندي هايبو البومينيميا بشوف الالبوم كام واطرح من 4، وكل البوم جرام من تحت الاربعة، خلي بالك تحت او فوق الاربعة بيشتغل 8 من 10 ملي جرام، فعشان كده بتعمل كوركشن. طب ما ايه المالجنسي؟ المالجنسي مش هيبقى معاه هايبر البومينيميا، يعني صعبه كده. لكن المالجنسي ممكن معاه بارا بروتينيميا، البارا بروتين برضو ممكن تشتغل كالسيوم. فممكن تلقى بعض حالات الميلوما
مش علشان في استوليتيك ليجنز او كلام زي كده من العيون، ده ممكن يبقى فراكشن من ازول الهايبركالسيميا ناتج عن البرابروتينز. البرابروتينز ممكن تبقى شايله كالسيوم. النقطه الاخيره الدياليزيت كالسيوم. احنا اما نيجي نراجع وحدات الغسيل عندنا، لو سالت الدكتور محمد ومعايا الكالسيوم في الدياليزيز عندكم كام؟ 1.5 ملي مول بر لتر. ال 1.5 ملي مول بر لتر ده يعادل قد ايه ملي جرام؟ 6. لا انا اغسل اجنس 6 ما يحصل ما بيحصلش هايبوكالسيميا، لان الكالسيوم زي ما الدكتور محمد قال في الجزء الاول بيبقى الديستريبيوشن بتاعه في البلاد في باوند وفي فري. فالفري انا بشتغل اجنس الايونايزد اللي هو الفري اللي هو تقريبا 50%، ف6 ده ممكن يعمل لي شويه بوزيتيف كالسيوم بالانس. طبعا الاشد منه بوزيتيف هو ال 1.75%. فما يكون عندي عيان عنده سيفير هايبر كالسيمي واذا كان على دياليسس او هايبر كالسيمي من غير دياليسس وجاي لي بنيورولوجيكال مانيفيستاشن كوماتوز، ممكن ده وديت الادويه اللي كلها اللي الدكتور محمد قالها عليها في الاكوت هايبر كالسيمي مفيش نتيجه، ممكن يبقى الحل هو دياليسس. والدياليسس ساعتها ما اغسلش بقى اجينست 1.75 ولا 1.5 يمكن 1.25. انا طبعا ما اقدرش اقول 1 لان 1 ملي مول بر لتر في الدياليزيت ده بخاف منه لانه بيعمل هيموديناميك انستابيليتي جامده جدا. اعتقد انا هكتفي بهذا القدر من التعليق. كنت مستمتع جدا بالمحاضرتين هايبو والهايبركالسيميا، وان شاء الله هتلاقوهم مسجلين، وخلي بالكم نقراهم كويس علشان ونسمعهم كويس علشان هيبقى في الامتحان الموحد على الالكترولايتس اوردر على الاونلاين هتلاقوا كيسز وحاجات زي كده، فهتبقى فرصه جميله جدا ان احنا نستوعب الالكترولايتس بشكل مور بروفيشنال. بشكر الدكتور محمد كمال نصار مدرس الكلى في طب المنصوره، بشكر حضراتكم جميعا، وطبعا العلم عاوز مثابره من سواء اللي بيدي العلم او اللي بيتقبله او يعني، وهو التعليم زي ما قلت لكم رسالتنا في الحياه التعليم حياه. بشكركم واتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.